حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. ترى كيف تكون رؤية تراها امرأة في إحدى الدول مؤثرة بشكل درامي وعظيم على دولة أخرى؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة. مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص المؤثرة. قصتنا النهاردة هي قصة حياة خادم عظيم، خدم في فلسطين وخدم في الأردن، وقرأت هذه القصة في كتاب الجليل يتكلم، وتأثرت جدا بحياة الخادم الرائع مجيد قعوار. وأيضا مرتبطة قصة الخادم العظيم الجميل مجيد قعوار بالخادم أيضا منير حبيبي، وهما القصة في كتاب الجليل يتكلم مكتوبة باسميهما. هركز أكثر على حياة مجيد قعوار. تأثر الشاب مجيد قعوار، كان يسكن في طبرية في فلسطين، بما كان يحدث في عمان بالأردن في كانون الثاني سنة 1933، كان يحدث مع قريبته السيدة حنة الياس أغابي اللي هي أم الياس قعوار، وهي زوجة بشارة مطانس قعوار. ظهر الرب يسوع المسيح أكثر من مرة للسيدة حنة الياس اللي هي أم سليم، وأم سليم قعوار ظهر لها، وكان كل مرة يقول لها الله سيعمل عمل عظيم جدا في الأردن وهيعمل في عيلتك بشكل خاص. وده طبعا كان متناغم مع الوقت اللي كان فيه الخادم العظيم المبارك روي ويتمان، يعني اللي كان سبب تغيير الأردن. كل اللي راح الأردن يعرف من هو روي ويتمان. كان الرب بيقول لها في مضمون الرسالة هتحدث نهضة بالأردن، وكان في كل مرة تنهض وتسبح الرب، وفعلا حدثت نهضة عظيمة جدا في الأردن في هذا الوقت اللي كان فيه طبعا روي ويتمان. لما سمع مجيد عن اللي بيحصل مع قريبته أم سليم، كان الأول مش مصدق إنه في الله يعني زي ملحد، لكن آمن بوجود الله، لكنه لم يكن اختبر الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياته. وظل هكذا لمدة 3 سنين إلى أنه سكن بجانب بيته، واستأجر شاب مؤمن مسيح حقيقي اسمه عيسى الفحل شقة في الدار بتاع مجيد قعوار، وكان في شاب آخر يزور عيسى الفحل في نفس الدار بتاع مجيد قعوار، وهو ألبرت حشوة، ودي أسامي طبعا صارت معروفة بعد كده لأنهم صاروا قصص. عيسى وألبرت كانوا مؤمنين حقيقيين بيقروا الكتاب ويصلوا. مجيد قعوار تأثر بيهم، كان بيزورهم. عام 1936 تعطل مجيد من عمله بسبب إضراب عام شل كل حركة العمل في فلسطين. بدأ عنده وقت فبدأ يزور عيسى الفحل والبير حشوة، وسمع من البير حشوة عن خلاص المسيح والإيمان الحقيقي، والفرق بين التدين الظاهر أن أنا مولود في بيت مسيحي، والفرق ما بين الولادة من الله، وسلم حياته للرب يسوع المسيح على أساس عمل المسيح الكفاري. بعد هذا صار البير خادما في خادما قس لكنيسة الاتحاد في عمان بالأردن، وظل مجيد قعوار يدين لألبير حشوة بعد هذا طول أيام حياته. في كتاباته وفي وعظاته كان بيقول أنا أبويا الروحي هو ألبير حشوة وقبلت المسيح عن طريقه. تغيرت حياة مجيد قعوار تغيير كامل، وكان أصحابه وقرايبه شافوا التغيير ده، وفي الأردن سمعوا كمان بالتغيير اللي حصل ليه. سنة 1937 زار الأردن وخطب سلمى اللي هي كبرى بنات أم سليم قعوار اللي كانت بتشوف الرؤى، وتم الزفاف السعيد سنة 1938،
وقام روي ويتمان الخادم العظيم في الأردن بمراسيم الزفاف. تأثر جدا جدا مجيد بحياة ويتمان. لما رجع مع زوجته سلمى لفلسطين فتح بيتيهما لخدمة المسيح. كانت سلمى دايما بتحكي على الرؤى اللي أمها بتشوفها، وإن بتتقابل مع المسيح فعلا، وإنه الرب يسوع في كل مرة كان بيقول لها إن في نهضة هتحصل في الأردن. كانت سلمى بتحكي للناس اللي بيجوا في فلسطين في بيتهم، ونفوس كتيرة قبلت الرب. ثم انتقل مجيد وزوجته للناصرة للعمل في دائرة الزراعة في قسم وقاية النباتات، وكان مديره في ذلك الوقت شخص يدعى منير حبيبي، كان مسيحي اسمي لكن كان عضوا في الكنيسة الأسقفية مع زوجته خزنة. زار منير وخزنة بيت قعوار، ومجيد قعوار وسلمى زاروا منير وخزنة. ومع تبادل الزيارات في يوم 3 كانون الثاني 1936 قضوا ليلة في البيت، وفي مرة أخرى صلوا جميعا في بيت منير وخزنة، وترك منير التدخين ومنير حبيبي وصار خادم للرب. بقوا الأربعة مع بعض كونوا زي كنيسة وكانوا بيزوروا البيوت. تم نقل مجيد لعكا ومنير حبيبي لحيفا. في بداية 1939 اتصل منير وخزنة بالأصدقاء والأقارب وبدأوا يشهدوا ليهم، فتحوا بيوتهم. وأيضا مجيد عمل نفس الحاجة في عكا. من خلال مجيد وخدمته في عكا قبل الضابط سليم شحادة أبو فوزي من كفر ياسيف الرب عن طريق مجيد، وكان يعقد اجتماعات في كفر ياسيف. سنة 1940 انتقل مجيد مرة أخرى إلى الناصرة، وكان روي ويتمان بيزورهم في الناصرة. نفوس كتيرة قبلت الرب. قبل الرب أيضا فؤاد سخنيني الذي صار فيما بعد أسيس معمداني في الناصرة، وفايز سخنيني اللي صار راعيا للكنيسة المعمدانية في طرابلس وبلبنان. لم يكن مجيد واعظ على المنبر قوي، لكنه كان بيته وبالعمل الفردي مؤثر جدا، وكانت خلية روحية تتميما لما أعلنه الرب سنة 1933 لأم سليم قعوار. تكونت في الناصرة الكنيسة المحلية عن طريق مجيد قعوار. زاد عددها في 1948 ترك الناصرة وراح للزرقاء، وهناك أيضا صار بيته كنيسة في حيفا. تأثر الجميع بمنير حبيبي، وأصر منير حبيبي أنه يعمل الآية اللي بتقول يعوزك شيء واحد، بيع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء. باع منير حبيبي كل حاجة وتفرغ وبقي بيخدم الرب. ظنوه مجنون لكن اتأثر الجميع بيهم، ومنهم وديع أبو رحمة ونخلة حبيبي وسامي أبو حمد وعفاف أبو حمد ووديع حبيبي، وفي عكا ربح وديع أبو سلوم. وهكذا اتنين غيروا العالم كله، أقصد العالم الروحي في دولتين، في أو أكتر من دولتين، ثلاث دول يعني، في الأردن وفي فلسطين، وأيضا عن طريق خدمتهم في لبنان صارت نهضة. سأستكمل معك، ريحة حلوة صح؟ الصيد خير من الدهن الطيب. كلام أنا بيأثر فيا. يا ربي كل مشاهد ومشاهدة يتأثروا معايا بأبطال عظماء كانوا أعمدة في أماكنهم. يا ربي بيتي وبيتك وبيتك يكون زي بيوت مجيد قعوار ومنير حبيبي. سأستكمل القصة معك بعد ما نستمتع بترنيمة من الروائع، وإيه؟ مع مرنمنا الجميل المتميز بصراحة، مش عارف أقول زي إيه، الأخ الحبيب هاني بلدي والعزف الرائع مع بيتر أنيس. أنا نصيحة مني في كلامي خصك ويخصك، ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. كسرته ملكني سلام روح الله في المر في عمري حليته وضربت قلبي نورته حاجز خوفي كسرته ملكني سلام روح الله خلتني أرنم وأرنم
حستني الدمع وقلت الآه، خلتني معاك أرتاح وأفرح وأنت كل هالليل، خلتني أرنم وأسبح، نستني الدمع وقلت الآه، خلتني معاك أرتاح وأفرح وأنت كل هالليل. العاصي حررته والروح الفاتر غيرته، خبر خلاصي أكدته كتبت اسمي في سفر الحياة. القلب العاصي حررته والروح الفاتر غيرته، خبر خلاصي أكدته كتبت اسمي في سفر الحياة. خلتني أرنم وأسبح، نستني الدمع وقلت الآه، خلتني معاك أرتاح وأفرح وأنطق كلمة هالليلوي. خلتني أرنم وأسبح، نستني الدمع وقلت الآه، خلتني معاك ارتاح وافرح وانت كلمة هالليلويا. الشكر يزيد حده من قلب فرحان ما فيش قده، لأنك أب ما فيش بعده، بتدي خلاص وتدي نجاة. ضرور الشكر يزيد حده من قلب فرحان ما فيش قده، لأنك أب ما فيش بعده، بتدي خلاص وتدي نجاة. خلتني أرنم وأسبح، نستني الدمع وقلت الآه، خلتني معاك أرتاح وأفرح وأنطق كلمة هالليلويا. خلتني أرنم وأسبح، نستني الدمع وقلت الآه. الأردن وأيضا إلى لبنان، سعيد وفخور أني بقول الكلام ده، وبجد أن رب يشرفنا أن يكون عندنا برنامج حياة في قصة، حياتك في قصة، نسجل فيها أسماء هؤلاء العظماء والأبطال. وأتمنى أن من خلال هذه الحلقات نكون بنوصل للمشاهدين عن عظماء خدموا في الخفاء، ولكن بيوتهم كانت كنيسة وعمل عظيم يا ربي. يعني بجد من ساعة ما قريت القصة وثم وإحنا بنجهزها وإحنا بنسجلها دلوقتي، قلبي متأثر ويشهد الرب، مش لإني على قدام الشاشات دلوقتي،
بتشاهدوني، لا انا بصلي يا رب يا رب اعمل ده تاني. لما الخادم العظيم قائد جيش الخلاص ويليام بوث رقد مات، يعني في راجل وست جم من بلاد بعيده كانوا متاثرين بعمله، وقبل ما يدفنوه وقعوا على الصندوق وقالوا يا رب يا رب كرر ده تاني. وانا لما قريت قصه مجيد قعوار ومنير حبيبي والامور المختصه بيهم، سلمى قعوار والرؤى اللي كانت تشوفها والنهضه اللي كانت في الاردن وروي ويتمان والاسماء العظيمه، بقول يا رب يا رب من المشاهدين يقولوا انا اكرس بيتي زي ما كرسوا بيتهم للرب. عايز اتكلم كلمتين سريعتين، كلمه عن اذاعه الايمان من الاردن لفلسطين، وكلمه عن التغيير الواضح والايمان المتين، وكلمه اخرى عن التاثير الدائم والثمين. اذاعه الايمان من الاردن لفلسطين، ام سليم قعوار بتشوف رؤى والرب يسوع بيوعدها ان في نهضات، وربنا بيبعت روي ويتمان من اوروبا علشان خاطر يخدم الرب. والايمان من الاردن زاع الى فلسطين، ده اللي حصل مع الاخوه في تسالونيكي. يقول كده لانه من قبلكم ايوه قد اذيعت كلمه الله. احنا بنذيع كلمه الله في برنامج حياتك في قصه من خلال التلفزيون ثم اليوتيوب ثم الفيسبوك ثم اي طريقه اخرى بنذيع، انت كمان وانت كمان حتى لو ما عندكش برنامج تلفزيون زي الناس دول، ذيع كلمه الله. من قبلكم قد أذيعت كلمة الله، ويمكن تربح شخص للمسيح، الشخص ده ينتقل من بلدك إلى دولة أخرى ويكون مؤمن حقيقي ويجيب ناس للرب يسوع. بيقول كده بل في كل مكان أيضا قد زاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم إذاعة الإيمان من الأردن لفلسطين. ثم تغيير واضح وإيمان متين. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة بتاعت منير حبيبي بيسيب التدخين وبعدين بيخدم المسيح، هو مدير كبير، ثم بيبيع كل فلوسه هو وخزنة مراته ويخدموا المسيح؟ قالوا عليه مجنون. هو في كده؟ هو في كده. على مر العصور الله لا يترك نفسه بلا شاهد، وانت بتشاهدني عزيز المشاهد بالذات لو انت مسيح حقيقي، ولا انت قول يا رب مش عايز اعيش الايمان اللي في النص، مش عايز اكون كأني بعرج بين الفرقتين، عايز اقدم الكل. ثم اخيرا تأثير دائم وثمين. شوف نزل رقد ووصل السماء عند المسيح، ولكن ما زلنا نتحدث عنهم، والأجيال اللي بعدنا هتشوف الحلقات دي وتقرأ الكتاب بتاع الجليل يتكلم. اخدم الرب بأمانة وهتلاقي التأثير بيزيد. كلمة الله بتنمو لوحدها. صلاتي من كل قلبي ان تكون فعلا شاهد أمين. أما لو انت مسيحي بالاسم صلي معايا وقول له يا رب استلم حياتي علشان أنا وبيتي نكون ملكك طول الأيام القادمة. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.